السلام عليكم، هذه جولة بالترام في قلب مدينة ريغا عاصمة جمهورية لاتفيا. هذه محطة أو المول ستوكمان المجاور لريغا، محطة القطارات. هذا سينما فورم. هذا الترام القديم الذي ترونه هناك هو الترام القديم، لكنه لا يزال قيد الخدمة في هذه الجمهورية الوليدة منذ عام 1991 للميلاد. قناة منه، وها هنا سوق شعبي لبيع الخضار والفواكه. والآن سنحاذي نهر دفينا. لاحظ هناك الجسر الكبير الحديث، هذا هو جسر القطارات، هو القديم من أيام الاتحاد السوفيتي ويمر فوق نهر دفينا. وذاك هناك من بعيد المركز الإداري للمدينة. طبعا قديم جدا منذ 200 سنة تقريبا هذا الجسر. هذا كان بعيد فندق راديسون بلو أمام هذا التمثال. مناظر رائعة جدا. طبعا يوجد في جمهورية لاتفيا أكثر من 12500 نهر وأكثر من 2400 بحيرة. هذا أكبر الأنهار وهو نهر دفينا، ويتفرع منه نهر داوغافا.